زي ما انتم شايفين حضراتكم على الهواء مباشرة، يمكن ده ضمن بروجرام الخاص بالحفل النهاردة، يمكن شرح المهندس سامح علي كامل للسادة الكابتن محمود الخطيب. من تراث المبنى الاجتماعي هذا الفرع على مساحة قد ايه، المساحة اللي تم كل الجهات المعنية والمسؤول إيجابي في من القاهرة الجديدة. زي ما انتم شايفين طبعا على الشاشة لقطات مهمة جدا ولحظات تاريخية احنا سعداء ان احنا بنعيشها دلوقتي، زي ما كل طبعا اجدادنا ومن سكن مدينة نصر وكمان فرع الشيخ زايد منذ سنوات. المقر الرئيسي والانطلاق 16 سنة لما بدأ النادي الأهلي في المقر الرئيسي عام 1907. كل أعضاء مجلس الإدارة كلهم قاعدين بيسمعوا كمان لشرح المهندس سامح علي كامل. فكرة المهندس الاستشاري اللي اشتغل هذا الفرع بيشرح لكل الضيوف في وجود مجلس إدارة النادي الأهلي، ده البروتوكول، السياسة والشكل والاحترافية والشياكة، كل حاجة الحمد لله بتشوفها من خلال صورة لأهم مؤسسة رياضية في مصر والوطن العربي وهو النادي الأهلي. نتابع زي ما انتم شايفين على الشاشة. خلينا برضو نقول لحضراتكم بعض المعلومات عن فرع الرابع. الفرع الرابع لأهلي طبعا التجمع هو على مساحة 50 فدان، التكلفة تخطت المليار.